نحن بنعتبر انه الاستاذ اكرم شهيد هو رئيس مجلس وزراء النفايات بلبنان وهو مسؤول شخصيا ولجنته، هؤلاء الخبراء والمدعين الخبره حواليه لكل شيء عم بيصير اليوم بلبنان واللي راح يصير بكره. هلا ما راح نفوت اكثر من هيك، الاستاذ بول ابي راشد رئيس الحركه البيئيه حيفسر لنا النقاط الثانيه. تفضل. مساء الخير. أول شغلة بحب أقول إنه نحن كحركة بيئية مؤلفة من أكثر من 60 جمعية بيئية من كل لبنان، من الجنوب الشمال البقاع وجبل لبنان. نحن مبارح رسمياً انضمينا لمخيم شباب الكتايب يلي بنرفع لهم تحية كبيرة. شباب الكتايب يلي الأغلبية واقفين معنا هون لهم تحية كبيرة، لواحد يعرف امتى بده يجي لهون وصول برغشير ويشم الروايح العاطلة اللي موجودة، وقدروا من وراء ملف فاسد يتركوا الحكومة، وهي شيء بعد ما شفناه بتاريخ السياسة بلبنان، انه يتخلى حزب عن كل افونتاجات وجوده بالحكم من شان يوقف مع قضية بيئية. انا بطلب انه نعمل زقفة كبيرة لحزب ضمينا مبارح وسمونا انه نحن قوى التعطيل. مزبوط، نحن ما منستحق انه اسمنا قوى تعطيل السدود العشوائية يا وعالي الوزير. نحن قوى تعطيل المكبات العشوائية على طراز مطمر النعمة اللي حضرتك وقت كنت وزير بيئة دشنت بوادي جميل جدا بمنطقة الشحار وبليت فيه أهالي الشحار 20 سنة، ورميت العصارة السامة اللي هي 100 مرة أخطر من المجرير على 20 سنة بالبحر الأبيض المتوسط. نحن قوى تعطيل، منفتخر بهيدا الشيء، ومنفتخر إنه شباب حزب الكتايب عم بيكونوا اليوم كمان حزب ما عم بفكر بمصالحه السياسية والانتخابات النيابية، لا جاي لحتى ليوقف ويعطل مشاريعكم يلي هي كسب أراضي عقارية لا أكثر ولا أقل في البحر المتوسط. غرتوا من بيال ومن الزيتونة باي، وصربتكم تعملوا حد مطار بيروت فري زون وحد مرفق بيروت مناطق تجارية. ما تقولوا للناس إنه كل المشاريع البديلة فشلت، اضطرينا نختار الكوستا برافا وبرج حمود. اخترتون عن سابق تصور وتصميم، وحضرتك بكل اجتماعاتنا معك كنت تلمح الكوستا برافا. انتو قصدتوا تطرحوا على اهالي اسرار مطمر، حدا بعد اختبار مطمر الناعمة ممكن يقبل شي مواطن لبناني انه يعمل مطمر مثل مطمر النعمة عنده؟ انتو ما قلتوا لهم رح نبعث لكم نفايات عضوية، انتو قلتوا لهم رح نبعث لكم مثل هالكياس يلي عم بتجيبون تكبون مثل ما هن هون. عم بتقولوا هيدا انسب حل. مزبوط، هو انسب حل للربح العقاري، وهيدا مشروع عقاري لاكثر والاقل. قلت حضرتك انه عم بيحكوا انه لا تمر ولا حرق، مش مزبوط. نحن كل مرة كنا نقول لا للتمر الكلي ولا للحرق الكلي. نحن منحترم الهرم، وللأسف صدقناكم، صدقنا لجنتكم وقتلي قلتوا رح نعتمد الهرم العالمي لمعالجة النفايات، صرنا نزقف. ما صدقنا انه مجلس الانماء والاعمار اللي كان معكم، ما صدقنا الخبراء اللي منعرفهم كانوا معكم وبيطرحوا البحاري عم بيحكوا بالهرم. لنرجع نذكركم يا مواطنين انه الهرم بيقول فرز، تخفيف، تسبيخ، ريسيكلاج، بالاخر بيقولوا استرداد حراري. يعني اذا بدنا نحرق ورقه الكلينكس او بدنا نحرق الحفاض تنطلع منه طاقه، نحن مش ضد، العالم كله بيعمل هيك. واخر شيء اذا فضل فنجان قهوه مكسور بينحط بالمقالع والكسرات، وهيدا الحل التمام، وهيدا حزب الكتايب متبنيين هيدا الحل، وعلى هيدا الاساس نحن كنا معكم. بس ما قلنا ولا مره لا للحرق كليا ولا للتمر كليا. رح ما طول كثير، رح حضرتك حكيت عن العبث. نحن يلي سميتونا قوى التعطيل نعبث بالامن الصحي والبيئي. نحن عم نعبث بالامن الصحي والبيئي، مش قاري قانون ال 444 المينيموم
انتوا عم بتضروا بالامن الغذائي بمستقبلنا، ما في مواطن لبناني عم ينزل على البحر، انتوا مسؤولين بمشاريعكم حتى لو بعد ما بلشتوا تطمروا، انتوا مسؤولين عن افشال موسم السياحي هيدا الصيف. اذا نحن اللبنانيه ما نزلنا على البحر، بدكم تنطروا انه يجوا العرب والمغتربين ينزلوا على بحر لبنان؟ انتوا عم تعبثوا بالقوانين اللبنانيه والمعاهدات الدوليه، والاتي اعظم، الدول كلها عم تترقب. انتوا عم تخرقوا اتفاقيه برشلونه والقانون اللبناني، والتاريخ ما رح يرحمكم. اخيرا بحب اطلب من سكان برج حمود ومن كل مواطنين جبل لبنان وبيروت، طمنوا بالكم في حلول لكل نفاياتنا بدرجه انه رح تكون ارخص بكثير حتى من اللي نحن عم ندفعه. ما رح نحكي اكثر من هيك، اذا هالحكومه جديه وبتزيح لجنه الوزير شايب على جنب وبتسمع فعلا للناس الصادقه ومش الحراميه ومش محتلين البحر، رح بتلاقوا انه بايام معدوده في حل لنفاياتنا، وما تعتلوا هم. All right. All right.